زي ما حكينا امبارح بالنسبه للبارامترز، البارامترز بتكون كلها موجوده في ام فايل. هذا الام فايل، هلا هاي هون الاديتر، سكريبت اديتر او الفايل اديتر. هون انا بقدر اعدل الفايل، اعدل الام فايل. هذا الكوماند ويندو، هون بكتب كوماندز معينه، بتواصل مع الماتلاب عن طريق كوماندز. هاي الدايركتري، الفايل دايركتري، والورك سبيس، هاي الورك سبيس موجود هون. فطبعا اذا غيرت اي بارامتر من البارامترز هذول، هاي A بتساوي 5 مباشرة، هاي هون ظهرت عندي A أخذت الفاليو تبعها. هلا إذا بدي أغير أي واحد من البارامترز الموجودة عندنا في الثيرمال موديل، بنغيرها من هون وبنخزن الفايل. فمثلا هاي اللي شفناه امبارح، مثلا هذا طبعا كونستنت راح يضل، بس هاي مثلا لينث أوف هاوس، ويث أوف هاوس، هايت أوف هاوس، البيتش روف، بنعوض الزاوية هون. وهون زي ما أنتم شايفين في الفايل كمان محطوطين في الكومنتس عدد الويندوز، الهايت اوف ويندو، ويدث اوف ويندو، كل هذول موجودين هون. فمثلا اذا انا طبعا عملت رن لهذا الفايل، لو كبست الان رن لهذا الفايل، اخذ كل البارامترز هذول وصاروا موجودين في الورك سبيس. هي في ببين كل بارامتر هون وببين القيمه تبعته في الورك سبيس. طبعا احنا مش هاي الطريقه اللي رح نعملها، ما رح نعمل له رن، رح نربط الفايل بالسيميلينج فايل الموجود هناك. فبعد ما نكتب هذا الفايل ونخزنه ونعمل له سيف، تخزن هذا الفايل الموجود، راح اربطه بالفايل الاصلي اللي موجود بالسيميلينج. وهي طبعا كل البارامترز الاخرى موجوده هون. انا في بارامترز اذا بدي ادخلها بدي اضطر اجيب، يعني هي هون زي ما ثبتنا الهواء، هي سبيسيفيك هيت كاباسيتي للهواء 1005 جولز بير كيلوغرام بير كلفن للهواء، هاي اللي هي specific heat capacity. هاي density للهواء مثلا كمان مثبتة هون، وبقية هذول formulas. هاي initial value، initial value لدرجة الحرارة راح تبدأ في simulation، راح يبدأ ب 20 سلسيوس. والكوست هون ال 0.09 اللي هي ال 0.09 سنت بير كيلووات اور، سنت بير كيلووات اور. يعني المفروض هون احنا نكون حاطين كيلووات اور لتوضيح هذه الوحده اللي موجوده هون، عشان هيك قسمناها على 3.6 تايمز 10 تو ذا ماينس 6. هاي زي ما حكيت اذا احنا بنخزنها هون بيكون جاهز هذا الفايل عشان ينعمل له امبورت الى وزاره. اذا عملت له ران من هون هي بتتعدل طبعا البارامترز الموجوده هون، هاي البارامترز صارت موجوده في الورك سبيس.